يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شبه علينا شخص يكتب في الصحف ظهر في هذه الأيام، يقول إن أهل السنة يشددون على المبتدعة وأن هذا أمر خطأ، وأن هناك فرقا بين البدعة والمبتدع، فالبدعة هي التي يشنع عليها، أما المبتدع فهو أخ لنا له ما لنا من حقوق شرعية، فهل هذا القول صحيح؟ هذا ما هو صحيح. المبتدع يهجر، المبتدع عند أهل السنة يهجر حتى يتوب إلى الله عز وجل، ولا يجالس ولا يصاحب حتى يتوب إلى الله عز وجل. وكون يجي واحد يموع هذا لا يلتفت إليه. البدع لا يتساهل فيها، ولا يتساهل في شأن المبتدعة. قال إخواننا نحن نهجره. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هجر الصحابة الذين تخلفوا أو خلفوا عن غزوة تبوك حتى تابوا إلى الله، فكيف لا يهجر المبتدع؟ نعم.